اشربها. طيب على مقبل ده الحمد لله. نعم عندك الحق، عندك الحق، ربي ده الحق. وتوا حاليا شنو تقرر في الجلسه استاذ؟ حاليا تقرر تمكين الاستاذ القليل من اضافه بعض الوثائق في الاثناء، خاصه منها التسجيلات تاع قاعه الاعمال المركزيه، وخاصه منها كذلك محضر جلسه 12 مارس 2011 المتعلق بالقضيه العسكريه نتاع شهداء تالا والقصرين. اي نعم. في الاثناء 26 مارس صار نسمع خضير باهي وكذا. راح تصريح برك. كما انا مواطن وامتثلت للقانون، الناس اللي سطرت على حق الشهداء لازم تتعاقب، حتى وان كان اسمه وزير داخليه سابق اسمه لحبيب السيد.